السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين أن هناك سيكون خبرا عظيما عن ظهور المهدي المنتظر، ويبث في كل قنوات التلفزيون فيه رحمة للعالمين. أحد الأحبة بالله قال: السلام عليكم أخي، رأيت رؤية بعد رمضان، رأيته وكأنه دوي انفجار قنبلة نووية حتى ذهب سمعي، وبعدها سجدت لله وقلت سبحان القدوس سبحان القدوس، عندها نزل المطر، انتهت الرؤية. أحباب الله، الخبر أو القنبلة النووية دائما يدل على خبر عظيم نووي عالمي، خبر عظيم يعني عالمي. طيب، بقول لك وبعديها سجدت السجود وقال سبحان القدوس، والسجود دائما يدل على أما بنعمة ربك فحدث، والواحد بسجد في إيش؟ أسجد واقترب. السجود على نعمة، على شكر. بعدين يقول عندها نزل المطر. شو يقول لك في القرآن الكريم سورة الشورى 28؟ قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن الغيث، نزول الغيث بعد القنوط، معناته رحمي ونصر وعزي بإذن الله. هذا الخبر لا يقول العالمين ويش بظهور المهدي، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.